ندى عمر السيد، الجيزة، مديرية الجيزة، 94.5، التامنة قسم الأدبي. الله يحفظك. كان صدمة طبعا، يعني أنا ما كنتش متوقعة، كنت بتمنى طبعا بس ما كنتش متوقعة يعني. فما أهلي قالوا لي طبعا عياط وزغريت وكده، بس الحمد لله يعني، الحمد لله ربنا كرمني. ممكن إن شاء الله سياسة واقتصاد، أو هشوف يعني. أنا ما كنتش محددة حتى من الأول حاجة، بس أظن ممكن سياسة واقتصاد مثلا. والله يعني عادي زي أغلب الناس أكيد، بتمنى حاجة كويسة أغير من نفسي، على الأقل حياتي تبقى كويسة على قد ما أقدر أعملها بالطريقة اللي تريحني أنا شخصيا يعني. بصراحة لا، عشان يبقى لهم حقهم أكيد. المدرسين برضو تعبوا معانا، وكنت باخد دروس فعلا، وكنت بتابع أحيانا يوتيوب برضو في نفس الوقت، اللي هو علشان أزود مجهود يعني. الله يبارك في حضرتك. تسلم. كريم نصر عبد الفتاح سلام، 401، الرابع جمهورية، علم علوم. كنت بره مع اصحابي، ومكتب الوزير اتصل على بابايا، بعد كده هو بلغني فسلمت عليهم على طول ومشيت، حتى ما عرفتش حد فيهم اي حاجه لحد ما اتاكد بنفسي مع صفحه الفيس يعني على صفحه الوزاره. واول ما الخبر بقى اتاكدنا منه يعني، والدتي عيطت وسجلت على الارض، وصغاريت بقى في البيت وكده يعني، وقرايبنا جم كمان. كلية طب إن شاء الله بشري. يعني نفسي أعمل أجتهد على قد ما أقدر في كلية الطب، وأطلع حاجة إن شاء الله أساعد الناس يعني في المستقبل. كنت باخد طبعا في كل المواد، بس ما كانش اعتمادي على الدروس لوحدها يعني، كانت الدروس جنب المدرسة، كتب خارجية جنب كتب الوزارة، منصات. حاولت أنوع مصادري على قد ما أقدر يعني طول السنة. أشكرهم طبعا، ويعني مجهوداتهم فوق راسي على اللي عملوه معايا طول السنة. الله يكرمك. شكرا. محمد حاتم عبد السلام، تالت على الجمهورية، أدبي، جايب 95، من الجيزة. أنا من الجيزة، أنا الأول على الجيزة. الله يبارك في حضرتك. امبارح بالليل يعني كلموني، في الأول أصلا كنت حاسس يعني في حاجة، إن هم مثلا دي حاجة دي بيهزر أو كذا، بس بعدين كنت مبسوط اكيد بان انا طلعت من الاول. اقتصاد وعلوم سياسيه، مش متاكد بس غالبا عايز اطلع، عايز ابقى دكتور في الجامعه يعني. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. تربي زياد عادل السعيد، من محافظه البحيره، مدرسه حامد عبد الرازق، الاول جمهوريه علم علوم. جبت كام في المية؟ 98.2. ان شاء الله طب بشر ان شاء الله. والله هو كان صدمة بالنسبة لي، لان انا ما كنتش موجود في البيت، بس لما رجعت والدي ووالدتي قالوا لي انا الخبر. شايف مستقبلك ازاي يعني؟ انا ان شاء الله خير يعني، ربنا يجيبه خير. ايوه طبعا ان شاء الله. مصرك الاعلى. والله هو في مصر كتير يعني يحتذى بيها، وناس عظيمة جدا، بس ان شاء الله نبقى زي دكتور مجدي يعقوب يعني. ان شاء الله. قبل قليل اعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم عن اوائل الثانويه العامه والنتيجه كامله. سعد ان يكون معنا احد الاوائل. بدايه نتعرف بيه. معاذ عبد الرحيم. ترتيبك ايه على الجمهوريه؟ تاسع ان شاء الله، تاسع شعبه ادبي. الحمد لله، الف مبروك. الله يبارك فيك. منين؟ الله يبارك فيك، من الجيزه ان شاء الله. ان شاء الله. رغبتك الاولى هتكون ايه؟ رغبتي الاولى لسه ما حددتش، لسه ما حددتش. طب كلمني عن اجتهادك وتفوقك في الثانويه العامه، كنت بتذاكر كام ساعه؟ يعني ما كانش في عدد ساعات محدد، على حسب اليوم وعلى حسب انا النهارده انا عايز اعمل ايه وعايز اعمل كده. كنت منظم وقت الحمد لله. الحمد لله. كنت متوقع انك انت تحصل على الترتيب في اوائل الثانويه العامه؟ جه على بالي بس لا، ما كنتش متوقع يعني. هو جه على بالي كده لحظات بس ما كانش متوقع. استقبلت الخبر ازاي بقى؟ يعني الحمد لله سجدت وشكرت ربنا والحمد لله. الف مبروك. منتظرك من الاوائل ان شاء الله. شكرا. شكرا. احنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين معانا احد الاوائل الثانويه العامه. اتعرف بيك. انا ده محمود الروبي، الاول على شعبه علم الرياضه بمدرسه متفوقين علوم تكنولوجيا ستيم. ما
شاء الله. الف الف مبروك يا ادهم، ربنا يوفقك ان شاء الله. انت الاول على شعبه رياضه؟ بالظبط، مدرس ستيم. ناوي تدخل ايه؟ هندسه ان شاء الله، قسم اتصالات. اشمعنى اتصالات؟ احنا عندنا في ستيم احنا بنعمل مشاريع كل ترم، فاخر ترم كنا عاملين مشروع عن حاجه اسمها الانترنت اوف ثينكس، الاي او تي او انترنت الاشياء، ودوت عباره عن نقل الداتا عبر الانترنت باستخدام السنسورز، وده من امثله الابلكيشنز الكوميونيكيشنز خصوصا في العصر الحالي. فانا كنت مستمتع جدا بالمشروع دوت، وده كان سبب ان هو اختار القسم ده تحديدا. والله مهندس يعني. الحمد لله. كنت بذاكر كم ساعه في الثانويه؟ هو كان بيختلف حسب الفتره اللي كنا فيها. في الاول كانت ممكن تبقى من 5 لـ7 ساعات، بس لما وصلنا في الاول لغايه مرحله شهر 5 أو 4 كنا نوصل لـ7 لـ9 ساعات. والاهم في الموضوع كله جوده المذاكره اكتر من فكره عدد ساعات المذاكره. يعني المهم ماشي، ممكن اذاكر 7 ولا 5 ساعات بس بذاكرهم صح وبتركيز من غير اي وشوشه. الحمد لله. كنت بتاخد دروس ولا لا؟ ما كنتش باخد دروس عامه. ستيم مش نظام ما فيهوش دروس كتير اصلا زي ثانوي عام. الحمد لله. مسلك الاعلى مين بقى غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انا بشوف محمد صلاح، لانه برغم ان هو ان احنا عندنا في مصر هنا مش بنشجع دايما او بنتريق دايما، بيحاول ينجح. هو نجح بره وعارف يعمل حاجه يعني من قليلين قوي اللي بيعملوها في العالم كله. ان شاء الله تبقى باشمهندس زي محمد صلاح. ان شاء الله. السلام عليكم، ازيك؟ من الاوائل. طب تعالى مكملين مع حضراتكم. طالب محمد التميمي حاصل على المركز التاسع علمي علوم. الف مبروك يا محمد. الله يبارك في حضرتك. منين بقى؟ من المنزله ده كهليه. ده كهليه ما شاء الله، شايفينها النهارده مكتسحه يعني. ان شاء الله ناوي تدخل ايه؟ الطب ان شاء الله، جراحه، قسم جراحه ان شاء الله يعني. الله. كنت متوقع انك تكون من اوائل الثانوية العامة؟ ان شاء الله الحمد لله يعني، كنت متوقع لاني كنت حالي كويس وطول عمري دايما بطلع من الاوائل، فكنت متوقع يعني ان شاء الله ان دي نسبة حلوة. مسألك الاعلى مين بقى؟ مسألة الاعلى بابايا. هو مسألة الاعلى طبيب برضو؟ لا مش طبيب، بس يعني قصة نجاحه بتلهمني دايما يعني، هو دايما بس نجاحي. ربنا يوفقك دايما ان شاء الله. الف مبروك. مبروك يا محمد. اتعرف بيك؟ كريم احمد رمزي. كريم، ترتيبك ايه على الجمهورية؟ الثامن. العلوم ولا الرياضة؟ الله. ان شاء الله طب بشري. ان شاء الله. كنت بتذاكر كم ساعه في اليوم في الثانويه؟ ما فيش عدد ساعات معين، هو على حسب الكم اللي انا عايز اخلصه، على حسب اليوم ذات نفسه في دروس كتير او لا، ويعني الحمد لله. مسلك الاعلى مين بقى؟ يعني هو طبعا بعد الرسول عليه الصلاه والسلام والدكتور احمد زويل والدكتور مجدي يعقوب. من رب ان شاء الله. تقولي بقى لزمايلك اللي لسه داخلين ثانويه عامه، يذاكروا ازاي، يعملوا ايه علشان يكونوا من الاوائل ويبقوا مجتهدين ان شاء الله؟ الموضوع بالتدريج، يحاولوا ان هم ما يراكموش حاجه، ولو حاجه تراكمت يحاولوا ان هم يضغطوا عشان ما يعني ما تفلتش الدنيا، ما تفلتش منهم، ولغايه اخر ثانيه الموضوع ممكن يعني باذن الله لغايه اخر ثانيه ما يقدروا يلموا الدنيا ان شاء الله. ربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا. ازيك؟ الرابع علم علوم كريلس نوناي يعقوب فانوس. اهلا وسهلا. من المنيا؟ اي. مجموعه كام بقى؟ 402. ما شاء الله. استقبلت بقى الخبر ازاي؟ قول لي. وانا كنت بتفرج على ماتش الاهلي وسياده الوزير كلمني، فانا ما كنتش مصدق، قلت له بجد انت بتتكلم جد؟ فهو قال لي ايوه انت من اوائل الجمهوريه وشرفت المنيا وبارك لي. اتفرج على الاهلي فالوزير كلمك قال لك انت بقيت اداره الرابعه اهلاوي اصلا. طب الف مبروك. المذاكره كان عباره ايه في الثانويه؟ الموضوع بيبقى متعب شويه في حته انك تحافظ على الاستمراريه بتاعتك طول السنه، مستواك يكون ثابت مهما وجعت تقوم وتكمل، ودي يمكن اصعب حاجه طول السنه. طموحك ايه بقى؟ ناوي تدخل ايه؟ بصراحه انا نفسي اشوف منحه بره، حاجه زي كده. أكيد يعني كنا بنشوف واحد زي الدكتور مجدي يعقوب اللي هو حاجة كبيرة يعني. شايف الدكتور مجدي يعقوب عليه إجماع، كله عاوز يطلع زي الدكتور مجدي يعقوب يعني. على اسم جدك يعني، إن شاء الله ربنا يوفقك إن شاء الله. ربنا ألف مبروك. ألف مبروك يا كلس. مبروك، ربنا يوفقك. الله يبارك في حضرتك. ألف مبروك، ربنا يوفقك. ألف ربنا يهنيك إن شاء الله. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ ابركي.
دول الاوائل. مارسيلينو ازيك؟ ايه الاخبار؟ طب خليك قاعد. اقعد. مارسيلينو سامر سعيد، الف مبروك. ايه الاخبار؟ انت الكام بقى الجمهوريه؟ المركز العاشر علم الرياضه ان شاء الله. العاشر بترتيب بس كدرجات السادس يعني. في مكرر يعني. ما شاء الله، الف الف مبروك. الثانويه كانت اخبارها ايه معاك؟ سنه جميله. جميله لان الدنيا كانت ماشيه. بتذاكر كام ساعه؟ ما في طبعا ما فيش عدد ساعات محدد يعني، هو كل يوم بيبقى فيه حاجات معينه لازم تتعمل بتخلص خلاص، انما ما فيش عدد ساعات بحاول اثبته يعني. طموحك ايه بقى؟ يعني ان شاء الله احب ادرس طبعا في كليه الهندسه يعني. مسالك الاعلى مين؟ يعني مثلا الاعلى دي كلمه واسعه يعني، ممكن كذا حد. يعني بتشوف مين مثلا ناجح انت نفسك مثلا في يوم من الايام تبقى زيه؟ كان بيلهمك بتشوفه ان حقق في حياته حاجات لطيفه ممكن تبقى زيه ان شاء الله؟ يعني ممكن طبعا اختار دكتور فاروق الباز، يعني فعلا شخصيه اثرت فيا جدا في مجاله، قد ايه هو شخص كان فعلا يعني اثبت لي فعلا ان هو الطموح بيوصل لاي حته ايا كنت انا ببدا فين وبروح فين. فيعني فعلا شخصية فعلا اثرت فيا، وفعلا هو كمان من الشخصيات اللي خلتني احب المجال يعني. كنت متوقع انك تبقى من الاوائل؟ يعني كنت متوقع ان انا اجيب درجه كويسه ان شاء الله، لان انا عارف مجهودي ان هو كان مجهود كبير يعني، بس ما كنتش متوقع ان انا هطلع من الاوائل، او انا ما حبيتش اتوقع علشان لو ما طلعتش ما احبطش يعني. لما الوزير كلمك بقى قال لك ايه؟ يعني هو وكيل الوزارة باشمهندس ناصر حسن هو اللي بلغنا بالخبر، هو بابايا اللي رد على التليفون يعني مش انا اللي رديت، فهو بلغنا بالخبر طبعا، ويعني كان خبر مفرح طبعا. الف مبروك وربنا يوفقك ان شاء الله. الف مبروك. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ طمني عليك، اتعرف بيك الاول. انا ابرام جمال، السبب مقرر. رياضه ولا علوم ولا ادبي؟ رياضه. مدرسه ناصر الثانويه العسكريه بنين، اسيوط. ما شاء الله شايفين اسيوط برضو متصدره، واخدين كام كرسي كده، حاجزين كام كرسي في الاوائل. قول لي ناوي على ايه ان شاء الله؟ انا ناوي على هندسه، يعني هندسه كنت ناوي على منحه يعني، بس اشوف المتاح يعني، وكنت ناوي على منحه في الجامعه الامريكيه بس اشوف المتاح لي يعني. ان شاء الله ربنا يوفقك. الثانويه كان اخبارها ايه؟ تمام يعني. يعني اللي هو لو على الامتحانات، فالامتحانات كانت متفاوته يعني في المستوى، وكان في امتحانات صعبه طبعا وامتحانات كانت مستوى كويس وبس. كنت بتاخد دروس ولا؟ كنت باخد دروس. كتير ولا في العادي؟ لا كتير. طموحك ايه بقى ان شاء الله؟ يعني تحلم كده بعد كام سنه نشوفك فين؟ ما اعرفش، بس يعني ابقى شخص مؤثر يعني، شخص مختلف يعني، اعمل حاجه يعني، مش بس اي حد، مش وظيفه والسلام يعني، بس يبقى مؤثر يعني، من الشخصيات اللي هي اللامعه اللي احنا بنشوفها البارزه في الدوله المصريه يعني. ايوه طبعا يعني. حد معين ولا تبقى ناجح وخلاص؟ ما فيش حد في دماغي الصراحه، بس يعني ابقى ناجح عموما يعني. ان شاء الله. مبروك، ربنا يوفقك ان شاء الله. طيب مساء الفل. اتعرف بيك؟ زياد محمد سعد. زياد محمد سعد، كام يا زياد؟ السابع. طب زعلين على زياد، انا لو طالع السابع يا زياد هبقى فرحان جدا. زياد محمد سعد حماد، المركز السابع علمي رياضه. الف مبروك طبعا، بنهنيك. استقبلت الخبر ازاي انك السابع على المستوى الجمهوري؟ فرحه ما تتوصفش الصراحه، وشعور غريب يعني، ربنا يكتبه على الجميع يا رب. وفرحه طبعا يعني، اول مره الواحد يحس شعور زي كده، حاجه ما تتوصفش يعني الصراحه. انت منين اصلا يا زياد؟ انا من سوهاج. شايفين ما شاء الله خط الصعيد يعني، عارف انت واخدين مراكز متقدمه جدا النهارده. الثانويه الحمد لله عدت بسلام، كانت الدنيا ولا كان فيها توتر وكده؟ لا الحمد لله، سنه صعبه يعني الصراحه وطويله، وكان فيها كتير برضو من زي حضرتك بتقول توتر وضغط، برضه كان في زي احباطات نوعا ما، بس الحمد لله السنه كان فيها تفاصيل كويسه طبعا نفتكرها، والحمد لله يعني عدت بمجمل على خير الحمد لله يعني. حلو قوي الزغاريد دي، الحمد لله. الف الحمد لله. الله يبارك. طموحك شايفه ازاي بقى؟ ان شاء الله يعني ادخل كليه هندسه وربنا يكتب فيه الخير ان شاء الله يعني. قال لك مثلا معين تحب تحلم تبقى زيه اللي كان بيلهمك عشان يعني تتصدر كده في النتائج الثانويه العامه؟ والله يعني الامثال في مصر كتير يعني، سواء علماء او ودكاترة مهندسين يعني، بس ما شاء الله انجازاتهم بتكلم عنهم، بس لو هذكر اسم مثلا بعينه ممكن دكتور احمد زويل يعني الصراحه. ان شاء الله باذن الله نشوفك زويل جديد باذن الله. زياد مشكورك جدا. زياد زي ما حضراتكم متابعين طلابنا الثانويه العامه، ازيك؟ ازيك سيف؟ او بركة اتعرف بيك. انا اسمي سيف على ايدي محمد. الحمد لله طلعت العاشر ادبي. بس
مين اصلا سيف؟ انا من القاهره، من معادي خصيصا يعني، في مدرسه امجاد الخاص للغات تبع 30 يوليو. اخيرا شفنا حد من المعادي بيطلع بالاوائل. يا حصل قبل كده اصلا؟ لا بجد والله؟ بره. طب الحمد لله. حاجه كده يعني الحمد لله. بس هو ثانويه يعني سنه هي مختلفه عن اي سنه في الدنيا بصراحه، يعني اي سنه عامه دراسيه الواحد مر بيها لا هي مختلفه تماما، من ناحيه المجهود اللي بيتبذل فيها دي نقطه، ومن ناحيه المجتمع اللي بيبقى حوالين الواحد. يعني فجاه من مثلا كان يلاقي 75% من صحابه ما بيذاكروش، فجاه بقى 100% من صحابه بيذاكروا، فالموضوع بيكون مشجع. بس هي سنه طويله، ده ما فيهوش خلاف. وانا بالنسبه لي بصراحه شايف ان بتبقى الفكره فيها ان الواحد يفضل فاكر هدفه، يعني دي حاجه اساسيه ان هو يفضل فاكر هدفه، وان يخلي هدفه هدف كويس، يعني مش اللي هو هدف اهبل عشان يعرف يكمل بيه. كان هدفك ايه بقى؟ بصراحه انا كان هدفي اصل انا برضو يعني الكليه بالنسبه لي ما كانتش حاجه لسه واضحه رؤيتها قوي، بس انا كان هدفي ان انا عايز اجيب اعلى مجموع بقدر امكان اقدر اجيبه، عشان يوم ما اقدر يعني مثلا اكلم حد او من الاخر يكون ليا تاثير، يعني بمعنى صح. انت ناوي تخش كليه ان شاء الله؟ انا اكتر حاجه انا لسه ما قررتش قرار نهائي، بس اكتر حاجه ما قال ليها بصراحه السون، بس انا بحب اللغات جدا جدا يعني بعشق اللغات. ان شاء الله ربنا يكتب لك الخير. عندك يعني حد مثل اعلى كنت ده اللي اثر فيك، او قدوه عاوز تبقى زيه؟ بصراحه ما كانش ليا شخصيه معينه، بس انا بالنسبه لي كنت بشوف اي حد حواليا بيذاكر اكتر مني كنت بعتبره ده انا لازم ابقى زيه، يعني فكره ان اشوف حد حواليا سواء علمي ادبي ايا كان، بس كونه بيذاكر اكتر مني ده بحد ذاته كان ده كان الدافع طول الوقت انك انت تتفوق وتجيب، مش حقدا فيه بس انا عايز اكون زيه او احسن منه، بس يعني بس مش حقدا. الله يبارك فيك. بس وطبعا يعني الشكر اولا لربنا وبعديها اهلي، يعني اهلي طبعا اكتر ناس تعبوا معايا وهم الاحق بالشكر يعني. وبعد كده طبعا المدرسه بكل مدرسينها، بمستر عادل، مستر هشام جعفر، يعني ربنا يبارك فيهم. والحمد لله عدينا. مبروك يا حبيبي، ربنا يوفقك دايما ان شاء الله. شكرا. زي ما حضراتكم متابعين كده، يعني دول اوائل الثانويه العامه اولادنا النهارده اللي تم اعلان تفوقهم في نتائج الثانويه العامه، شايفين قد ايه فرحه اسرهم بيهم، قد ايه قدروا يتجاوزوا الثانويه العامه بتقديرات ومجموعات كويس جدا. الف مبروك لكل اولادنا في الثانويه العامه المتفوقين. محمود محمد الفتاح، مركز البدار، محافظه سيوط، اول شعبه علم علوم، دائره 403. الفرحة طبعا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني عشية مكتب الوزارة اتصل بس الساعة 9 وبلغني باني الاول على شعبة المعلوم. انا كنت متوقع باني مثلا ابقى الاول على مركزي وسط زمايلي في المحافظة مثلا بتاعتي، اما يعني اول الجمهورية يعني ده شرف يعني تكريم من ربنا لي. ايوه طبعا كنت ناخد دروس على الارض وفي على النت. ندخل كلية الطب البشري مجدي يعقوب في المجال مثلا بتاعك. انت بتحلم انك تبقى زي الدكتور مجدي يعقوب القلب والجراح؟ ايوه بس يعني الحمد لله الله، يعني هو اكتر واحد خدم البلد، اكتر واحد خدم البلد في مجاله.